بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب، وأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأجرى بفضله السحاب، وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب، وجعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب، وحفظ الأمة بالسنة المبينة للكتاب، وجعل القرآن فرقانا بين أهل الحق وأهل الارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله غافر الذنب وشديد العقاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب. أما بعد، حياكم الله جميعًا مشاهدي الأكارم، وأهلًا ومرحبًا بكم في برنامجكم الأسبوعي رياض الجنة، والذي يعد بوابة دعوية بين أهل العلم وبين الناس، نسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. ونتشرف أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء والذي سيشرفنا عبر الأقمار الصناعية فضيلة الشيخ الدكتور رمضان خميس، أستاذ القرآن وعلومه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا دكتور محمد، أهلا وسهلا بكم، من يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، لا شك أن صورة النور صورة مدنية، حيث نزلت في المدينة بعد الهجرة النبوية في العام الخامس من الهجرة على بعض الأقوال، بلغ عدد آياتها 64 آية تدور جلها حول الآداب والأحكام المتعلقة بها، ابتداء من حفظ اللسان وانتهاء بآداب الاستئذان وما شملته الآيات من أحكام تضبط حركة البيت المسلم. هذه الصورة العظيمة تحتاج إلى بيان وإيضاح ومزيد تنبيه لما يجب أن يكون عليه البيت المسلم والأمة المسلمة، وهي محور حديثنا اليوم بإذن الله. صورة النور إشارات ودلالات، ونسعد باستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم من خلال الأرقام التي ستظهر على الشاشة بإذن الله. لكن فضيلة الدكتور رمضان خميس، إن سمحت لي وقبل أن نتكلم عن صورة النور، هناك حدث مهم يترقبه المسلمون جميعا في كل مكان، وبعد طول انتظار ها هو قد حل أوانه، نسأل الله العافية ونسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء، ألا وهو افتتاح المساجد بعد أن أعلنت الجهات المختصة عن افتتاح جزء من المساجد في المرحلة الأولى من المراحل التدريجية يوم الاثنين المقبل. لا شك دكتور أن لهذا الحدث إشارات أيضا ودلالات في النفوس، هل حدثتمونا عن ذلك قبل أن نبدأ محاور حلقتنا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقواتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فشكرا لكم فضيلة الدكتور محمد على هذه الدعوة الكريمة وهذه الاستضافة الكريمة، وهنيئا لقطر وأهلها والمقيمين عليها هذا القرار الذي يعيد الوليد إلى حضنه، ويعيد الناس إلى دفء المساجد مرة أخرى بعد هذا الغياب الطويل. ولا شك أن هذا العود يحتاج إلى الأخذ بالأسباب بصورة مرتبة ومنظمة، كما يعني يعنى بذلك أهل الاختصاص وأصحاب الأمر في المسألة، من الأخذ بالاحتياطات والأخذ بأسباب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن عودة الناس إلى بيوت الله عز وجل هو الأصل، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح،
في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح في صحبة الأخيار ممن في رياض الله ساح إن ضاقت الدنيا به وسعته سورة الانشراح. ولعل بعد هذا الفتح الجزئي إن شاء الله أن يرفع الله عز وجل البلاء وأن يزيل هذا الوباء عن قطر وعن كل بلاد المسلمين وعن الناس أجمعين، فيعود الناس إلى بيوت الله عز وجل وإلى حياتهم الطبيعية وقد أخذوا من الدروس والعبر ما أراده الله عز وجل لهم. اللهم أمين، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. حول هذا الموضوع أيضا معي اتصال هاتفي من الشيخ محمد المحمود الداعي الإسلامي المعروف. حياكم الله يا شيخ محمد. الله يحييك، يا مرحبا فيك. الله يرحبكم شيخ محمد. لا شك أن افتتاح المساجد هو حدث كبير جدا يرتقبه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ولا سيما عندنا هنا في قطر. كلمة منكم شيخنا الكريم بخصوص افتتاح المساجد في المرحلة الأولى أو افتتاح جزء من المساجد في المرحلة الأولى. نعم، بداية حييك دكتور محمد وحيي ضيفك الكريم دكتور رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. لا شك أن الإعلان عن فتح المساجد، الفتح التدريجي الذي أعلن عنه، يعني أمر في الحقيقة يدخل السرور على قلب كل مؤمن، لأن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى وهي واحة الإيمان، واحة المؤمنين الصادقين، يلجأ إليها عباد الله تبارك وتعالى، يلجأ إليها الحائرين التائهين، هو الملجأ لكل الناس الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. هذه المساجد أماكن رفع الله تبارك وتعالى ذكرها ويعني أعظم قدرها، فقال تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه المساجد العظيمة التي رفع الله تبارك وتعالى ذكرها، بل أن الله تبارك وتعالى كرمها ذلك التكريم العظيم بحيث نسبها إلى نفسه، فقال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أي رفعة أعظم من هذه الرفعة وأي قدر أعظم من هذا القدر، وقد كرمها النبي عليه الصلاة والسلام، كرم هذه البيوت العظيمة فجعلها أفضل البقاع، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. هذه المساجد العظيمة لا شك أن أهل الإيمان الذين يريدون القرب من الله تبارك وتعالى، الذين يريدون أن يعني يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، هذه البيوت لما تفتح هي خير للناس، خير للبلد، خير للبشرية جميعا، لأنها أماكن يعبد فيها الله تبارك وتعالى ويعلن فيها التوحيد كل يوم. بل أن الذهاب إلى المساجد هو علامة الإيمان، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. لا شك أن أهل الإيمان هم في غاية من الفرح والسرور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليهم هذا الفرح. اللهم أمين. طيب شيخنا الحبيب، هذا كلام جميل جدا ولا نختلف عليه، لكن نريد أن نوجه رسالة من خلالكم إن أذنت لي. الكل شيخنا يحب الأجر، لكن البعض ينزعج من بعض الإجراءات الوقائية، هل من نصيحة وتوجيه بهذا الخصوص؟ نريد أن نوجه أيضا رسالة شيخنا لكبار السن ولبعض المرضى الذين لا يناسب في المرحلة الأولى مثلا أن يحضروا المساجد، هل من رسالة تواسيهم بها شيخ؟ في البداية شيخ محمد نقول أن هذه الإجراءات هي وضعت لمن؟ نعم، دعنا نسأل هذا السؤال، هي لمن وضعت؟ في الحقيقة للمصلحة العامة بلا شك، وضعت لا شك لمصلحتي، لمصلحتك، لمصلحة الناس. صح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا شك أن المؤمن كما أنه يحب الخير لنفسه يحب الخير للآخرين، فكون الجهات المعنية وضعت هذه الإجراءات هي تريد الخير بالناس، والناس كذلك مفروض أن ينقلوا كذلك هذا الأمر، فيكون الواحد منهم ناصح
لله تبارك وتعالى وناصح للناس ويعلم أن هذه الإجراءات هي ليست في الحقيقة منع له، بل هي منع لهذا الوباء ألا يزداد ولا ينتشر. ونحن في البداية لما أعلن عن إيقاف أو عدم ذهاب الناس إلى المساجد كان السبب هو الخوف من انتشار الوباء. الآن لا زال الوباء موجود، لم ينقضي، فالناس لما قالت نفتح المساجد وجاء التعميم لفتح المساجد إلا أنه وضعت احترازات، إذا حافظ عليه الناس ستستمر هذه النعمة العظيمة. ثانيا نقول لهؤلاء الذين هم مصنفون من الأصناف التي تنصح بعدم الذهاب إلى المساجد، ممن هم مثلا من أصحاب الأمراض المزمنة أو ممن هم عرضة للعدوى أو كبار السن مثلا وكبار السن وغيرهم ممن هم عرضة، نقول لهم لا تحزنوا فإنكم مثابون بنياتكم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان في غزوة مع الصحابة رضي الله عنهم وتخلف عن الغزوة جمع من الصحابة بسبب ما، وقد كانوا في شوق للذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال للذين معه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. أنت يا من عذرت عن الذهاب إلى المساجد أبشر بالخير، فإن الله تبارك وتعالى قد كتب لك الأجر كاملا، ويمكن لو ذهبت لا تحصل على هذا الأجر الكامل لأن نيتك قد تتعرض لشيء، لكن أنت في بيتك بنيتك قد حصلت على الأجر العظيم التام، أجر من ذهب إلى المساجد وصلى الصلوات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن الأمة وعن البشرية هذا البلاء وأن تعود الأمور على ما كانت. اللهم أمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ محمد المحمود، وجعل ما قلت وقدمت شيخي في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ رمضان خميس، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. أهلا شيخ الحبيب، اليوم نريد أن نتكلم عن سورة النور، يعني فنريد أن نتكلم عن هذه السورة عن قرب بصفة عامة من حيث الاسم والزمان والمكان وأهم المحاور التي سنتناولها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور، أشكرك أولا على اختيارك لهذه السورة أن تكون المائدة التي نتحولق حولها ونتدارس إشاراتها ودلالاتها في هذه الجمعة المباركة فضيلة الدكتور محمد. سورة النور سورة لها من اسمها نصيب، فهي سورة مدنية آياتها 64 آية، نزلت بعد سورة الحشر، وهي سورة لها من النور نصيب حسي ومعنوي. فالنور تكرر فيها 7 مرات في الآية 35 وفي الآية 40، تكرر لفظ النور تكررا لفظيا 7 مرات في السورة الكريمة. وهي نور أيضا لأنها تعنى بالآداب والتشريعات، تعنى بحماية البيت المسلم والفرد المسلم والمجتمع المسلم، تعنى بالحدود وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، تعنى بالحديث عن غض البصر، تعنى بالحديث عن ترك الإشاعة، تعنى بالحديث عن التمكين. فهي سورة لها من اسمها نصيب. والعجيب أن السورة الكريمة تبدأ بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فاستفتاح السورة الكريمة بقوله تعالى سورة، مع أن كل سور القرآن الكريم سور، كأنها إشارة وإلفاتة من القرآن الكريم أن انتبهوا أيها القارئون وانتبهوا أيها السامعون، فإن هذه السورة ليست كأي سورة. ولذلك مضت السورة الكريمة ترتب هذا البنيان من الإنسان إلى العمران، بداية من الفرد ومضيا بالأسرة وانتقالا إلى المجتمع ووصولا إلى التمكين الذي يأتي في الآية 55 من السورة الكريمة. فهي سورة لها من اسمها نصيب، وهي تعنى بالنور الحسي وتعنى بالنور المعنوي. فلا نور بلا هداية، ولا نور بلا تشريع، ولا نور بلا عفاف،
ولا نور بلا حفظ للأمانة، ولا نور بغير غض النظر عن عورات الناس، ولا نور بغير العيش في منهج الله عز وجل. جميل. ولذلك قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فكانت السورة نورا من أولها إلى آخرها، وعنيت بما يعنى به القرآن النازل في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا قبل أن نغادر هذا المحور إذا أذنت لي فضيلة الدكتور، نقول لماذا ورد في سورة النور قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا؟ فقدمت المرأة على الرجل. وفي سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقدم الرجل في سورة المائدة، وقدمت المرأة في سورة النور، دلالة على مكانة المرأة وعظمتها، وأنها صمام أمان المجتمع. فإذا كان المجتمع عفيفا، فإن البداية من المرأة التي تخرج من بيتها مستورة متعففة. وإذا تحلل المجتمع، فإن البداية أيضا من المرأة التي تخرج على غير مرضات الله عز وجل. إن بعض الناس يظن أن المرأة تأتي في المرتبة الثانية، ولكن الناظر في خريطة الفكر الإسلامي وخريطة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المرأة مع الرجل على قدم المساواة، على خط واحد، لها أدوار تؤديها كما أن له أدوارا يؤديها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. جميل جميل شيخي، وجميل اللفتة التي ذكرت أن الله افتتح هذه الصورة بقوله: صورة أنزلناها، مع العلم أن جميع صور القرآن هي صور، وكذلك الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى. هذا يدعونا شيخنا إلى أن نفتش في هذه الصورة، وأن نبحث عن المعاني والأحكام التي في ثنايا هذه الصورة. إذا أردنا أن نتحدث شيخي عن مراحل البناء في صورة النور، من الفرد إلى الأسرة، ثم المجتمع، ثم إلى التمكين مثل ما أشرت، فماذا يمكن أن نقول؟ الحق أن هذه الصورة صورة تراتبية بصورة عجيبة، فهي تبدأ من الفرد وتمضي مع الأسرة وتنتقل إلى المجتمع، ثم تحلق بتاج المسألة إلى الحديث عن تمكين لشرع الله سبحانه وتعالى في أرضه وخلقه. فهناك تشريعات في السورة الكريمة تتحدث عن الفرد على أساس أنه فرد، كالحديث عن قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتبدأ بالحديث عن الإنسان الفرد، رجلا كان أو امرأة، وتتحرك السورة الكريمة شيئا فشيئا حتى تبني هذا الإنسان الذي هو بنيان الله في أرضه. وكثيرا ما أقول لطلابي في الجامعة: إن فكرة الإنسان في القرآن هو أنه قبل البنيان، فالإنسان قبل البنيان، والساجد قبل المساجد. وكما قال أبو الطيب: وما تنفع الأرخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. الله. وتمضي السورة الكريمة حتى لا يقع هذا الإنسان فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فتتحدث عن أشياء تحول بينه وبين الوقوع فيها، حتى في قوله سبحانه وتعالى: إذا تابعت معي مشكورا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا شرع الله عز وجل مع إقامة الحد على الزاني أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ هل المراد أن يتشفى الناظرون إلى هذا المذنب العاصي؟ كلا، فإن الإسلام ليس بهذه القسوة. ولكن حتى علماء النفس يقولون إن الإنسان الذي يرى عقوبة جريمة معينة يترسخ في اللاشعور لديه الرغبة في البعد عن هذا عن هذه المعصية. فالذي يرى أن يد السارق تقطع يستحيل أن يفكر في السرقة، لن يسرق. والذي يرى أن الزاني يجلد يستحيل أن يفكر في هذه المعصية مهما ساورته نفسه بهذه الأشياء.
ودعني إذا أذنت لي أذكر لك شيئا يسيرا. بعض الناس يعني خاصة الذين يدعون الحداثة والتنوير يظنون أن هذه المسألة فيها شيء من الشدة والقسوة، ويقولون كيف تقطع يد السارق، وكيف يجلد إنسان، وكيف تقام الحدود بهذه الصورة. وهذا ليس جديدا، بل قديما قالوا يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. والمعنى في بساطة يد تدفع فيها الدية بخمسمائة دينار كيف تقطع إذا سرقت ربع دينار؟ فأجابه المسلم بقوله على نفس الوزن والقافية: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري. ولذلك قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. إن الإنسان الذي يسمع هذه الآيات الكريمة يدرك أن القرآن الكريم كما يحمي المجتمع من اعتدائه هو، فهو يحميه أيضا من اعتداء المجتمع عليه حتى ينتظم الناس بهذه السورة. فتمضي السورة الكريمة بداية من الحديث عن الفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ثم تتحدث عن المجتمع المسلم والاستئذان وكيفية الدخول بعضنا على بعض، ثم تتحدث عن ضمانات استقرار هذا المجتمع، حتى يصل القرآن الكريم إلى قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم هذا هو الذي ارتضى لهم. وهذا هو التمكين الذي يقوم على الإنسان والبنيان والقرآن، فلا تمكين إلا بهذه الأركان الثلاثة. إذن شيخنا لا تمكين إلا بصلاح الفرد أولا، ثم بصلاح المجتمع ثانيا، لكي يتحصل الإنسان على نعم، لأن الإصلاح يبدأ من القاعدة وليس من الرأس، كما تكونون يولى عليكم. كيف يأتي حاكم صالح في مجتمع فاسد؟ لأن المجتمع هو الذي يفرز هذا الحاكم، إن كان مجتمعا صالحا فالحاكم كذلك، وإن كان المجتمع فاسدا لا سمح الله فالحاكم كذلك. نسأل الله الصلاح والهداية. شيخ الحبيب، أنا أستأذنك والسادة المشاهدين فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إليكم لنكمل بقية المحاور، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، ورحب بكم وأكرر ترحيب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور رمضان خميس، حياكم الله يا دكتور مرة أخرى. أهلا بك دكتور محمد. شيخ الحبيب، قبل أن نكمل المحاور معنا اتصال من أبو غانم، السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو راشد، إيش حالك؟ الله يحييك، مرحبا. الله يحييك يا دكتور، ومسي عليك ومسي على الشيخ رمضان إن شاء الله. الله يحييكم التوفيق يا رب، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله. الله يجزاك خير على الجميع، تفضل. راشد، يعني يمكن سؤالين اللي عندي خارج الموضوع اللي أنت تتكلمون فيه. إي نعم. فأتمنى إن شاء الله بس إن توسع خاطرك وياه وتسمعهم. جميل، تفضل، تفضل يا بغان. السؤال الأول دكتور، بما إن أنت تتكلم على الهواء مباشرة وجزاهم الله خير، تخون المساجد ونرجع نصلي في المجال، ولكن في نقطتين يا جميل. أول شيء إن أنت بغيت تروح تصلي لازم يكون معاك الكمام ويكون معاك السجاد، وفي المسجد تقريبا له أكثر من باب وهم حاطين باب واحد، هل باب الواحد يدشون منه كل المصلين، هني بتكون في زحمة، فليش ما يفتحون البيبان مثلا، يخلون المصلين يتوجهون على البيبان، يكون هني الإمام ويكون هني المؤذن عشان مثلا يفتشون عن المصلين او يشوفون المصلين، فهذه نقطه يعني تكون حساسه. جميل. يا شيخ جميل، النقطه الثانيه انا بأستفيد ومن هذه النقطه الصلاه، فالامام يقول
عدلوا صفوفكم، فاكثر الناس حصلهم متشتتين، واحد على اليمين واحد على اليسار، فهل هذه يعني بس انا باكد هل هذه يعني لا غبار عليها؟ تقصد تسويه الصفوف؟ الصفوف تكون متقاربه. طيب باذن الله باذن الله ابو غانم بس استفيد وافيد. الله يجزيكم خير، شكرا لك وشكرا حق الشيخ رمضان. الله يجزاك خير ويحييك ويحفظك ابو غانم. الشيخ دكتور رمضان ابو غانم عنده جزئيتين، انا قد اتناول جزء واحيل لك جزء. الجزء الاول بما يتعلق بالباب وانه باب واحد والدخول، فاظن هناك جهه مختصه قائمه على هذا التنظيم وهذه الاجراءات، وهذه الجهه لن تألو جهدا كما نحن متيقنين ان هذه الجهه درست وعملت ووضعت. وبعدين منطوق اخر بالعقل، ليس كل المساجد عندها اكثر من باب، بعض المساجد ما عندها الا باب واحد، ومن باب الاجراء الاحترازي يكون الدخول من خلال باب واحد اللي يتم التنظيم، لكن الخروج من بقيه الابواب كما قرات ان الخروج يكون من الابواب الاخرى. فمساله التنظيم هي قد تزعج، دائما التنظيم ترى يزعج كثير من الناس، لكن التنظيم اذا كان مرده الى خير وحسنت النوايا، فنسأل الله العلي العظيم أن نجني فوائد هذه الثمار. هذا بما يخص الجزء الأول، فنقول أن الجهات التي وضعت هذه الإجراءات هي أدرى وهي أعلم بصلاح هذا الأمر. أما بالنسبة للجزء الثاني شيخي، أنا أحيل إليك مسألة تسوية الصفوف، والناس يا شيخنا ينزعجون عن هذا، فيقول الإمام قد يقول استووا اعتدلوا. من الإجراءات الوقائية التي عملت في جميع دول العالم عند افتتاح هذه المساجد هي التباعد، لأن أهل الاختصاص قالوا أن التقارب قد يكون فيه نقل لهذا الفيروس. فتعليقك شيخي على تسوية الصفوف. تسوية الصفوف هناك أمر يسير جدا يعين على هذا، حتى المساجد مهيئة لهذا، يعني الخطوط والألوان الموجودة في الأرضيات السجاد والفرش الموجودة تعين على هذا، وليس بالضرورة أن يكون المراد بالتسوية التلاصق، فهناك تسوية حتى عن بعد. عن بعد نعم. ونحن نهيب بكل السامعين والمشاهدين أن نغلب جانب العقل على جانب العاطفة. طبعا كلنا نشتاق للتقارب والتراص والتصاف والالتصاق والسلام، لكن إذا كان هذا الأمر يجر علينا ضررا أكبر مما نحن فيه فهو ممنوع شرعا، فالإنسان ينزل على رأي أهل الاختصاص كما تفضلت مشكورا، وكما تفضل فضيلة الشيخ محمد المحمود في بداية الحلقة أن هذه المسائل مدروسة وهذه المسائل توفر عليها أهل الاختصاص، ونلح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى أن يعجل برفع البلاء حتى نعود إلى الحياة الطبيعية وإلى التقارب الطبيعي وإلى التماس والتصافي والمصافحة واللقية كما اعتدنا، ولعل هذا يشعرنا بما كنا فيه من نعمة. صحيح. كنا أو كان كثير منا يقصر فيها، والعربي يقول صحيح. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. نسأل الله أن يردنا إليها ردا جميلا شيخنا. حتى وإن قلنا نغلب جانب العقل على العاطفة، إلا أن هذه العواطف شيخنا دليل خير. لما أجد شخص شيخي يحاول أن يعني يقول لماذا كنا نصلي متراصين والآن عن تباعد، لماذا كنا ندخل من كل الأبواب والآن من باب واحد، فهذه العواطف شيخنا أيضا تحتاج إلى بلا شك. نعم. مراعاة وتوجيه، وهذه عاطفة طيبة وخيرة وتدل على حب الخير للناس وعلى حب من حوله من الناس، ويتدل على قلب صافي، لكن نحن في النهاية نريد أن ننزل على رأي أهل الاختصاص. أحسنت. حتى نعبر هذه الأزمة بعون الله. بعون الله بعون الله. أحسنت شيخي وأحسن الله إليك. طيب مع اتصال آخر من صديق علي. صديق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أخوي. الله يحييك، تفضل يا صديق. الله يخليك أخوي. أنا بزال السؤال مختلف شوية عن صلة الرحم. تفضل. أنا الحين في الدوحة وأهلي في السودان، فأحيانا أتواصل بالتلفونات مع بعض الأغارب. مع إيش؟ فهذا طريق بعض الأغارب أتواصل معهم فقط بالتلفونات وما بي طريقة مستمرة. جميل. تسأل عن صفة الصلة معهم. صلة الرحم. طيب يعلق الشيخ على هذا بإذن الله. الله يحفظك. الله إليك.
طيب نعم. شيخنا هو يسأل عن صلة الرحم، يقول هو في بلد وأرحامه في بلد آخر ولا يستطيع التواصل معهم إلا عن طريق الهاتف، وهذا التواصل لا يكون مع الجميع، فهو نعم. يكون مع بعض الأقارب فقط، يكون حسب ما ييسر الله عز وجل له، فيكون عن طريق الجوال، عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل، ويعني الكلمة حتى ولو كانت يسيرة قد يجعل الله عز وجل فيها أجرا كبيرا، ويأجرك على نيتك هذه، وقريبا بعون الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء ويسافر الناس ويعودون وتعود الحياة إلى طبيعتها، ونؤجر جميعا على هذه الفترة التي صبرنا عليها والتي تعلمنا منها الدروس والعبر إن شاء الله. اللهم أمين، وأحسن الله إليكم شيخنا. طيب شيخ، نعود إلى صورة النور. البعض يرى نعم. أن محور الصورة الرئيسي هو التربية والأخلاق، فما نعم. صحة ذلك وما هي مدلولاته؟ الحقيقة إذا تأملنا فضلت الدكتور في سورة النور وجدنا أن لحمتها وسداها يقوم على التربية والأخلاق والتشريع، والسورة ترق في هذا الجانب حتى تلمس حنايا الوجدان وتشتد حتى تقيم الحدود على شرع الله سبحانه وتعالى، فهي تعنى بالأداب سواء داخل البيت المسلم أو في المجتمع المسلم أو مع الإنسان في علاقته بين الإنسان والإنسان، تعنى بغض البصر، تعنى بعدم إشاعة الإشاعات، تعنى بضبط الكلام، تعنى بحفظ السر، تعنى بالاستئذان قبل الدخول سواء على من في البيت أو على من يعني، أو بالاستئذان لمن هو ضيف أو خارج، ولعل من لطائف تمام الأدب شيخنا، من تمام الأدب، ولعل من لطائف السورة الكريمة أن يقول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ولم يقل حتى تستأذنوا. هذه لافتة في السورة الكريمة، هل هناك فرق بين الاستئناس والاستئذان؟ نعم، الاستئناس أرقى من الاستئذان، لأنني قد أستأذن عليك فتأذن لي وأنت كاره أو مضطر أو محرج أو مستحي، ولكن الاستئناس أن تقابلني بوجه طليق، وأن تكلمني بكلام لين، وأن تستأنس بوجودي. ولذلك القرآن الكريم عام وسورة النور خاصة ترقي الذوق الإنساني عند الإنسان بصورة لم تعهدها البشرية من قبل، سواء في العبارة أو الإشارة أو الاستئناس أو الدخول أو كل معلم من معالم ترقية الذوق في القرآن الكريم. فالسورة الكريمة تقوم في لحمتها وسداها على الآداب والتشريع، وهذه الآداب وتلك التشريعات هي التي تنير حياتنا، وهي التي كانت سببا من أسباب تسمية سورة النور بسورة النور، لأن الذي له عرف يقوم به، وله عادات وتقاليد مشروعة يمضي من خلالها ويتعامل مع الناس على أساسها، يكون له ميزان يحسن التعامل به مع الناس، كما تحدثت السورة الكريمة عن هذه القضايا من أولها إلى آخرها، ولعله يأتي في ثناياها. يعني كيف تتحدث السورة الكريمة بقوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم؟ لماذا؟ هذه من اللفتات البديعة التي ينبغي أن نقف أمامها في السورة الكريمة. كيف يقول الله عز وجل صحيح. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم؟ ألا يتكلم كل الناس بأفواههم؟ والتلقي يكون بالأذان، يعني هنا كان والتلقي يكون بالأذان صحيح. فلماذا عبر باللسان وعدل عن الأذان؟ كأن الذي يشيع الإشاعة بين الناس لا يتحمل أن تستقر العبارة في أذنه حتى يلقيها على لسانه. يعني عندنا مثل يقول هذا رجل لا تبل الفولة في فمه، يعني لا يستقر ولا يصبر على أن تستقر الكلمة عنده، يعني لا يحفظ السر مثلا، لا يحفظ السر أبدا. وعندما تسمع قوله تعالى وتقولون بأفواهكم،
ما ليس لكم به علم، هذا يسمى في باب علوم القرآن بالبدهيات في القرآن الكريم. لماذا ذكرت الآية الكريمة أن القول بأفواههم مع أن القول أصلا لا يكون إلا بالأفواه؟ هذا لفت لأنظار الناس إلى أن هذا الأمر غير مقبول، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم. وألفت نظر الدارسين والباحثين إلى هذا الجانب، جانب البدهيات في القرآن الكريم. خذ مثالا سريعا، عندما يقول الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ألا يعلم كل الناس أن 3 و7 مجموعه 10؟ لماذا قال القرآن هذا الكلام؟ لماذا يقول القرآن هنا في هذه السورة الكريمة وتقولون بأفواهكم؟ هذا جري على المثل العربي الذي يقول يداك أوكتا وفوك نفخ. فالقرآن عربي نزل بلسان العرب ونزل على أنماط البلاغة وأساليبهم البلاغية، فجاء بهذا الرقي وجاء بهذا البيان. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. نستأذنك والسادة المشاهدين كذلك، فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم. حياكم الله أيها الأحبة، عدنا إليكم مرة أخرى، وحيا الله فضيلة الدكتور رمضان خميس، حياكم الله شيخي. الله يرضى عنك دكتور محمد. دكتور، تكلمنا قبل الفاصل عن مراحل البناء في الصورة وكيف انتقلت من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع. لا شك أن هناك ضمانات حددتها الصورة لحماية الفرد وصيانة المجتمع، هل حدثتنا عنها؟ أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. قبل أن يتحدث القرآن الكريم عن الإشكال، يطرح الأسباب والضمانات التي تحول دون الوصول إلى هذا الإشكال. وعندما يشخص المرض يشخص له علاجه ودواءه. فوضعت سورة النور جريا على هذا المنهاج الكريم عددا من الضمانات حتى لا يقع الإنسان في حد من حدود الله عز وجل. فتحدثت مثلا عن الاستئذان، فطلب القرآن الكريم من المسلم قبل أن يتحرك أو أن يدخل على غيره أن يستأذن عليه. فهذا الاستئذان يضمن للإنسان أن يستر عوراته وأن يخبئ ما يخشى ظهوره على الناس. وبهذا وصلت السورة الكريمة للحديث عن تحديد أوقات الاستئذان حتى داخل البيت الواحد، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وهذه الأوقات الخاصة براحة الإنسان حتى داخل بيته، حتى أولاده لا يدخلون عليه ولا خدمه لا يدخلون عليه في هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان. كما وضعت صماما آخر من صمامات الأمان، وهو غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وصمام آخر وهو الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم وضعت السورة الكريمة بعد الاستئذان وبعد غض البصر وبعد عدم الدخول إلا بضوابط معينة وبعد الحديث عن الحجاب، وضعت السورة الكريمة حديثا آخر، وهو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إن كل مشكلة في القرآن لها حل، وإن كل داء في دنيانا له دواء في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ثوروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. فإذا استخدمنا الاستئذان واستخدمنا غض البصر
واستخدم النساء الحجاب والستر وسعينا في تزويج الأيامى وهم من لا زوج لهم، سعينا في الحفاظ على هذا المجتمع بصورة مناسبة. فالسورة الكريمة وضعت ضمانات متعددة حتى يعف الإنسان نفسه، وحتى يترفع عن الحرام، وحتى يعف المجتمع كله نفسه ويكون مجتمعا صافيا، مجتمعا نقيا، مجتمعا طاهرا. فوضعت هذه الضوابط، ثم تحدثت في نهاية هذه الضوابط: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، الذين لا يستطيعون الزواج بعد كل هذه الضمانات وبعد كل هذه صمامات الأمان، ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وذلك أيضا صيانة للمجتمع، هذا أيضا صيانة للمجتمع وحفظا له من الوقوع في الرذيلة. وإذا كان الفلاسفة تحدثوا عن المجتمع الفاضل أو المجتمع المثالي، فإن القرآن الكريم حول هذه المثالية إلى واقعية مرئية ملموسة في جيل عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسماه صاحب الظلال شهيد القرآن، الجيل القرآني الفريد. وهذه هي الجادة، فأين السالكون؟ وهذا هو المنوال، فأين الناسجون؟ فهذه هي الطريقة، وأين المارون وأين الماشون عليها؟ نعم. طيب شيخنا، الإشاعة كذلك الصورة تعرضت للإشاعة وبينت أثر ذلك أيضا على الفرد والمجتمع، حبذا نعم. لو نتعرض لهذه النقطة شيخي بالتفصيل. الحقيقة إن الصورة الكريمة من أولها تمهد لرفع البهتان عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا نريد أن نتحدث عن القصة وتفاصيلها، فليس هذا المقام مقامها، وإنما نتحدث عن العظات والعبر والدلالات المستفادة في من الحديث عن ترك الإشاعة وحفظ أعراض الناس. السورة من أولها تمهد لهذا الأمر، سواء في الحديث عن حد الزاني والزانية أو عن حد الملاعن أو عن الحديث عن غض البصر. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يشيعون الفاحشة في مجتمع آمن سوي ويشيعون هذه المسائل بين الناس، هم يهدمون رمزية عالية ويهدمون قيمة ثابتة راسخة. ولذلك هذه الشائعات شيخنا تهدم المجتمعات، حتى بلا الآن شك الدول والقوانين تحارب مثل هذه الأمور بلا شك. وإذا كانت الإشاعة التي تتحدث عنها السورة الكريمة عرضت عقب إشاعة في العرض والشرف، فإن المعنى المقصود منها أوسع من هذا. وأنا أهيب بنفسي والمشاهدين والمشاهدات أن نحاذر كثيرا ونحن نتعامل مع وسائل التواصل، فإن صحيح. الإنسان قد يساعد في بذل الإشاعة وفي نشرها وهو لا يدري، فيؤزر ولا يؤجر، ويعاقب ولا يثاب، وهو يظن أنه يحسن صنعا. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن ينقل كلمة إلى غيره إلا بعد أن يتفهمها ويعقل ما فيها. إن القرآن الكريم هو دين الإنسانية كلها، وهو دين البشرية السوية كلها. فحفظ المجتمع وترك الإشاعة سبب من أسباب استقرار المجتمعات. حتى الحرب المعنوية التي تقوم بها بعض الدول على بعضها هي صورة من صور الإشاعة، وباب من أبواب الهدم في بنيانها والفت في عضدها. فليست الحروب الآن فقط حروبا عسكرية، بل قد تكون حروبا عبر وسائل التواصل. شيخنا، ما يسمى اليوم في التواصل الاجتماعي الذباب الإلكتروني، هذا ما هو إلا أيضا ناقل لمثل أبرز هذه الزوائد. نعم، هذا أبرز مثال صحيح. وأبرز نموذج لنقل الإشاعة. وأنا يعني والله يعني أرعب عندما أرى بعض الناس من هؤلاء يرددون كلاما هم من داخلهم صحيح. يعلمون أنه غير لا يصدقونه ويعلمون أنه غير حقيقي.
لذلك شيخنا لهم من اسمهم نصيب، هم كالذباب. نعم، ولا يقعون إلا على الأشياء التي ليست نظيفة والتي ليست طاهرة. ونريد أن ننتقل بهذه المعاني من ميدان الوعي إلى ميدان السعي، إلى ميدان أن أتعقل ما أقرأ وما أنشر وما أنقل وما أتحدث به مع الناس، حتى لا أكون سببا في إيذاء الناس ولا سببا في إيذاء نفسي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن شيخنا، الخطر هنا الذي تكلمت عنه الآية عن الإشاعة هو بشكل عام، لكن قد نقول أن العرض أيضا بشكل خاص. الآن أيضا شيخنا من الإشاعات قد يقذفون الأعراض ويتكلمون في بعض الأعراض وهم يعلمون أنهم ليسوا على حق، إلا من باب حب نشر الفاحشة أو من باب ضعاف الطرف الآخر. أليس نعم هذا أيضا مشمول في الوعيد؟ بلى بلا شك، لأن الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وردت بعد الحديث عن إشاعة حادث الإفك، وردت بعد، فهذا يدل على أن معناها أولا وأصالة في هذا المساق وفي هذا المجال، ثم من خلال دلالة اللفظ العام تنسحب الدلالة على كل إشاعة. ولماذا حذر الله عز وجل من الإشاعة في الأعراض بصفة خاصة والباقي تبع لها؟ لأن الحديث عن الأعراض بصورة كاذبة لا يهدم من يتحدث الناس عنه فحسب، بل يهدم المرأة وزوجها والأسرة كاملة وأخاها وابنها. نعم، والأسرة كلها. صحيح. ونحن في مجتمع عربي شرقي، يعني العرض عندنا قبل المال، خط أحمر كما يقال، خط أحمر. صح. وقبل يعني قبل كل شيء. والعربي قديما يقول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. صح. أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. ولا أطيل عليك، إذا ذكرت حتى في الجاهلية من ينذر أن يقاتل رأس الكتيبة لأن كعب امرأة ظهر، فيقول: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدا، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن هلعت ولا جزعت ولا يرد عداي زندا. كل هذه الجلبة، كل هذا الضجيج من أجل أن كعب امرأة ظهر، فكيف لو سمع مثل هذا إشاعة على زوجه أو بنته أو أمه؟ نعم. أو نحو ذلك. نسأل الله لا يؤاخذنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. طيب شيخنا، ختاما نريد أن نختم هذا اللقاء بأثر الصورة في المجتمع، أثر صورة النور في المجتمع. نعم. دكتور، الحقيقة إن أثر صورة النور لو التزم الناس بها وتفحصوا دلالاتها ومعانيها سيعيشون حياة مثالية حقيقية واقعية، حياة لا إشاعة فيها، حياة ليس فيها كشف للسوءات والعورات، حياة ليس فيها اقتحام على خصوصيات الناس من باب أولى، لا زنا فيها، لأنه لا كشف أصلا للعورات، لأن هذه المسألة لا تأتي إلا في مرحلة متأخرة كما قال شوقي في بيته المعروف. لكن الذي يتأثر بهذه الصورة الكريمة يستطيع أن يقيم التمكين في نفسه لينتقل التمكين إلى أرض الله عز وجل. ولذلك كان بعض شيوخنا يقول: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم. كيف أطالب الحكام والمسؤولين بإقامة التمكين وأنا مفرط في الأساسيات؟ لو عاش الناس هذه المعاني في السورة الكريمة لا وصل الناس إلى التمكين بصورة تراتبية تدريجية مريحة، فيغضون عن أبصارهم عن الحرام، يعفون ألسنتهم عن نشر الإشاعة، يبتعدون عن ما يوجب حدود الله سبحانه وتعالى، يعينون الإنسان على أن يكون إنسانا مستور الحال، يتعاملون بالاستئذان، يواصلون الضعاف. ولنا أن نتذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى:
ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه لمحة ينبغي أن تكون في أذهاننا ونحن نتربى مع المجتمع المسلم على هذه المعاني. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما حبس عطاءه عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه لأنه خاض في حادث الإفك، فلما نزلت الآية الكريمة ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وشيء فطري عندما امتنع الصديق رضي الله عنه، شيء فطري يعني نفسه بلا شك أن يدفع لمن تكلم يعني عن عندما يكون إنسان يصل إنسانا صحيح. ويخوض هذا الإنسان في عرضه هذا يكون من المرارة ومن القساوة. وماذا قال الصديق؟ قال بلى بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، ثم أعاد صلته إلى مصطح. ونحن كذلك نحب أن يغفر الله لنا ويغفر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور رمضان خميس، وجعل الله ما قدمت وقلت شيخنا في ميزان حسناتك. شكرا لك شيخنا على قبول هذه الدعوة. شكرا جزيلا دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، أجمل وصية يحملها الإنسان للناس هي التربية الحسنة والأخلاق المستقيمة. هذا الطريق الوحيد لاستجلاب الطهارة المجتمعية المنشودة، وقد أتت سورة النور بالصيانة والحماية والرعاية في قالب رشيق تربوي، وقد أحسن من تحدث عنها قائلا إنها تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود، وترق في درجاتها إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة والرقيقة التي تصل القلوب بنور الله سبحانه وتعالى وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة. والهدف واحد في الشدة واللين، الهدف هو تربية الضمائر واستجاشة المشاعر ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة. وفقنا الله وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى. أخيرا وفي ختام هذه الحلقة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم أيضا بالشكر الجزيل على طيب المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله مرة أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.